انا شخصيا بشتغل بطريقه مختلفه شويه عن بقيه الناس. انا بحب مزيكة رامي صبري. هو من الشخصيات اللي بتركز في كل حاجه. دايما الالحان اللي هو بيعملها انا بحبها وبحس انها اول ما بسمعها هي بتاعته. كل همه ان هو يعيش واغانيه يبقى لها عمر، مش عايز يخاطر، ودي انا مش معاه فيها. رامي من الناس اللي حابه تكون رامي. لا، ما بيحبش حد يبقى معاه في الاستوديو من الشهرة ولا الملحنين وقت تيك الغنى تحديدا. انا اعترف ان انا شخص متعب جدا في الشغل. حصريا على قناة مزيكا النجم رامي صبري وكواليس عمل ألبوم وأنا معاه في الأوقات التالية.